الآن يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي، أول حلقات الأسبوع النهاردة، حلقة يوم الاثنين بتاريخ 8 نوفمبر 2021. يا رب النهاردة يكون يوم سعيد على حضراتكم، يوم مليان بالطاقة الإيجابية والتفاؤل، وإن شاء الله يكون يوم جميل على حضراتكم. خليني أذكركم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية اللي بنتابع فيها نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وطبعا الاجتماعات اللي قام بيها وأهم ما جاء خلال هذه الاجتماعات، طبعا إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ محمد باسم الكاتب الصحفي، هنحلل معاه أبرز المانشيتات الصحفية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا الثالثة والأخيرة زي ما احنا متعودين كل يوم اثنين بتكون معانا فقرة خاصة بالسياحة والآثار، هنتكلم النهاردة عن الزراعة، الزراعة في مصر الفرعونية، هنتكلم عن دور نهر النيل في الفترة دي وطبعا ازدهار النباتات في الفترة دي وازاي النباتات كان بيقدروا يعالجوا بيها الأمراض. هنتكلم أكتر عن الزراعة في مصر الفرعونية من خلال ضيفنا النهاردة دكتور محمود المحمدي عبد الهادي، دكتوراه الإرشاد السياحي جامعة المنصورة. خلونا نخرج في البداية لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، خليكم معانا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا النهاردة نبدأ أول فقراتنا والبداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ومشاركته في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المائدة المستديرة لمؤتمر النقل الذكي مع رؤساء كبرى الشركات العالمية المصنعة لوسائل النقل المتنوعة واللوجستيات، وذلك عقب افتتاح وتفقد سيادته لمعرض ومؤتمر النقل في دورته الحالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المائدة المستديرة شهدت حواراً مفتوحاً للسيد الرئيس مع رؤساء الشركات العالمية المشاركة في المعرض، حيث رحب السيد الرئيس بمساهمتهم كشركاء في العملية التنموية الحالية في مصر، مؤكداً سيادته الحرص على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب كتوجه ثابت لتطوير تعاون الدولة معهم باشتراك القطاع الخاص المصري. كما أرب السيد الرئيس عن التطلع لزيادة نشاط شركاتهم في مصر دعماً لمسيرة البناء والتنمية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتدريب وصقل الكوادر الفنية، وذلك في ضوء توفر البنية الأساسية الحديثة في مصر ومصادر الطاقة المتنوعة وما توفره المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من فرص واعدة وضخمة لأي أنشطة استثمارية وصناعية، وذلك في ظل مناخ عام من الاستقرار المكتمل الأركان في الدولة المصرية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ونهج تنموي مدعوم بإرادة وقرار سياسي من أعلى مستوى. من جانبهم أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين اهتمامهم بالعمل في مصر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية. كما أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود البنية الأساسية في مصر والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها
بمعدلات غير مسبوقة، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على صعيد التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية. مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا. وزارة المالية بتطالب العاملين بنشاط الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي في محاولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي. ولتفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف أستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير يا أستاذ طلعت. خير يا فندم، اهلا بحضرتك. تحياتنا لحضرتك. اهلا بيك. يعني خلينا في البدايه يعني ناخد من حضرتك فكره تفصيليه عن هذا الخبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا الاول بس في البدايه واحنا بنتكلم عن الضريبه على اصحاب مراكز الدروس الخصوصيه، نحط قاعده مهمه كده، ان مصلحه الضرائب لا تعطي شرعيه ولا تقنن الوضع القانوني لأي نشاط. ده مش دور مصلحة الضرائب، ولكن في جهات أخرى داخل الدولة هي المسؤولة عن هذا الدور. البيان بيستهدف فئة من فئات المجتمع اللي هم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية. إحنا عايزين نوصل له رسالة، بنقول له خلي بالك وإنت بتزود هذا النشاط، ده نشاط خاضع للضريبة،
انت عليك التزام، الالتزام ده مصدره القانون، وانك انت ملتزم خلال 30 يوم من مزاولتك للنشاط انك انت تتوجه لمأمورية الضرائب اللي انت واقع في نطاقها وتفتح ملف ضريبي. احنا واحنا بنتعامل مع مثل هذه الأنشطة لينا مرجعية قانونية. طبعا المرجعية بتاعتنا هي القانون 91. قانون 91 حط قاعدة بتقول ان اي شخص بيمارس نشاط او مهنة هو في نظر القانون ممول، عليه التزامات، وانا كمصلحة ضرائب مسؤولة عن تحصيل الضريبة من هذا الممول. طيب احنا عارفين يا استاذ طلعت يعني انه في تجريم متكامل للدروس الخصوصيه، وطبعا اجراءات لغلق السناتر الخاصه بالدروس الخصوصيه. هل هذا القرار يعني هيدي شرعيه ل يعني الناس اللي بتزاول ان هي تدي دروس في السناتر، وطبعا يديهم حقوق اكتر من حقوقهم؟ زي ما كنت بقول لحضرتك ونأكد تاني ان احنا في مصلحة الضرائب احنا لا بندي شرعية ولا بنقنن اوضاع، لان ده مش دورنا. الفكرة حضرتك ان احنا عايزين نقول ان عدم حصول النشاط على ترخيص ليس مبرر ابدا لعدم خضوعه للضريبة، لان ده معناه ان انا بكافئ الشخص او الممول غير الملتزم، وبحطه كمان في وضع قانوني افضل من الممول الملتزم. احنا بنحاول ان احنا نحقق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع ككل، وعشان كده بنقول له يعني حتى لو انت بتزود نشاط بس النشاط ده حضرتك ما خدتش الاجراءات القانونية لمزاولته، بنقول له لا خلي بالك انت ممول وانت خاضع للضريبة. طيب تمام. طيب سمعنا عن تحديد يعني مهلة للتقدم لمصلحة الضرائب، خلينا نعرف من حضرتك أستاذ طلعت يعني إيه ما هذه المدة، وكمان الناس اللي موقف الناس اللي لم تقدم لفتح ملف ضريبي. هو المدة اللي هي واردة في البيان اللي هو بيتقدم خلال 30 يوم من مزاولته للنشاط ان هو يكثر مصلحة الضرائب، والمدة دي مش متعلقة بأصحاب مراكز الدروس الخصوصية فقط، لا ده حكم عام جاي في القانون. احنا عايزين من خلال حضرتك نقول ان اي حد اي شخص بيزاول نشاط او مهنة القانون بيلزمه خلال 30 يوم ان هو يتوجه لمأمورية الضرائب ويفتح ملف ضريبي. بخصوص الدروس الخصوصية تحديدا يعني، لان احيانا بيبقى فيه مراكز دروس خصوصية غير ملتزم ان هو يجي يخطر، طب احنا بنعمل ايه مع الناس ديت؟ احنا بنعمل حملات فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، احنا بنعمل حملات مستمرة، بنشكل فرق عمل مشتركة بين مكافحة التهرب الضريبي، مباحث التهرب ومأموريات الضرائب، وبيتم حصر مثل هذه الأنشطة وتحديد إرادتها ومحاسبتها. طيب لو ما كانش فاتح ملف في الحالة دي بيعتبر حالة من حالات التهرب الضريبي. وبجانب برضو الإجراءات اللي أنا بتكلم عليها، الإجراءات القانونية اللي أنا بتكلم عليها، ده بيجي برضو شكل آخر من أشكال التعامل مع أصحاب هذه المراكز اللي هو كنا بنتكلم فيه دلوقتي، إن أنا بعمل له توعية وبقول له خلي بالك أنت بتزود نشاط، تعال عشان خاطر توفي بالالتزام القانوني اللي موجود عليك، وهو فتح ملف ضريبي. طب لو المدرس المتهرب ده كان بيدي ما فتحش طبعا ملف ضريبي وكان بيدي دروس في البيت، هنعرف نكتشفه ولا هنعتبره انه ده متهرب ضريبي؟ هو لو ما جاش فتح ملف عندي خالص ده بيعتبر حاله من حالات التهرب الضريبي. بس احنا واحنا بنحاسب اصحاب الدروس الخصوصيه في اجراءات معينه لمحاسبتها، بمعنى ان انا بيبقى في معاينه للنشاط، بيبقى في مناقشه مع الممول، بيبقى في تحريات، وابدا اشوف واذا كان عندي تحريات بتقول ان هو بيدي دروس في منازل الطلبه وكده، فببدا ان انا اواجه بهذه التحريات وببدا اجمع كل البيانات على اساس ان هي دي بتبقى الاساس عندي في تحديد دين الضريبه على الممول. طيب لو بلغ او يعني مصلحه الضرائب او فتح ملف ضريبي المدرس ده، هل من السهل ان احنا نعرف يعني حصلته والموارد اللي بتدخل له خلال شهر؟ زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، احنا المحاسبه بتاعتنا ما بتبقاش محاسبه شهريه، ولكن انا المحاسبه بتاعتي بتبقى على مستوى السنه، انا باخد منه ضريبه عن ارباحه اللي حققها خلال سنه. بتبقى في قواعد للمحاسبه الضريبيه، اول هذه القواعد زي ما بقول هو ملتزم بتقديم اقرار ضريبه، ويفترض ان هو وهو بيقدم لي اقرار ضريبي ان هو بيحط كل ايراداته
في هذا الإقرار. أنا بيبقى لي دور رقابي على هذا الإقرار، إن أنا ببدأ أخد مجموعة من الإجراءات عشان خاطر أتأكد من صحة الإيرادات الواردة في إقراره. من ضمن هذه الإجراءات إن أنا بنزل أعمل له معينة، ومن خلال المعينة بقدر أتعرف على عدد المجموعات اللي بيديها، بقدر أتعرف على عدد الطلبة اللي موجود في كل مجموعة، بسأل الطلبة عن سعر الحسبة كام أو الشهر كام، فبيبقى عندي معلومة بناقشه في كل عناصر النشاط بتاعته، ببدأ أعمل تحريات عنده. في النهاية بعد كل هذه الإجراءات بيبقى عندي أنا كده كم من المعلومات أقدر من خلاله أحدد بشكل قريب أو من الواقع قيمة الإيرادات اللي هو بيحققها، وبالتالي نقدر نحدد قيمة الضريبة المستحقة عليه. نعم. طيب أخيرا يا أستاذ طلعت، يعني نعرف من حضرتك طرق المعاقبة وطرق التهرب من الضريبي، التهرب من فتح ملف ضريبي إيه يعني، يبقوا عارفين برضو. طبعا هو شوفي، احنا يعني طول الوقت احنا بنحاول نطلع بيانات زي كده عشان خاطر نوعي المجتمع، عايزين نعمل توعية داخل المجتمع، مش عايزين الممول يروح لحتة عدم الالتزام، لان العقوبات بتبقى كبيرة قوي. يعني انا بقول له دلوقتي تعالى ادفع ضريبتك، طيب ولو هو متهرب ضريبيا هيدفع ضريبته وهيدفع غرامة مالية حدها الادنى 100% من هذه الضريبة وحدها الأقصى 175%. في عقوبات بتصل للحبس ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات، بالإضافة لكده كمان التهرب الضريبي عقوبة مخلة بالشرف. فاحنا بنقول له خلي بالك، الالتزام سهل قوي، تكلفته بسيطة، أما عدم الالتزام فهو تكلفته عالية قوي. صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ طلعت على هذه المداخلة. بشكرك جدا أستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معانا. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات، مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مصر مش أي أرض، مش حبات تراب ورمل، دي كل شبر فيها يعني فرصة، يعني أمل. دي أرض مروية بإصرار وعزيمة وعمل، كل نقطة مية غالية بتفتح طريق لبكرة. جاري استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن 4 مليون فدان مستهدفة للاستصلاح. صوب زراعية يتم تجهيزها بأحدث التكنولوجيا.
وتخصص 30,000 فدان في الوادي الجديد لزراعة 2.5 مليون نخلة ضمن مشروع توشكا. تم رفع الحظر المفروض على المحاصيل المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير. أما المزارع السمكية فارتفع إنتاجها بعد زيادة عدد المزارع السمكية الحديثة، حيث تم الانتهاء من 1360 حوض بمزرعة بركة غليون و 4440 حوض في مشروع هيئة قناة السويس، وجاري تنفيذ مزرعة شرق بورسعيد السمكية على مساحة 15,000 فدان ومزرعة مثلث الديبة. ونخلق في الرمل حياة وجمال، وإيدين تحصد خير ملهوش حد. بلغ حجم الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 48 مليار و500 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. بيحتفل اليوم بيت العائلة المصرية بمرور 10 سنوات على إنشاؤه، وده يكون بحضور فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وتأتي الاحتفالية تحت عنوان محبة وتعاون معا نبني مصر. التفاصيل أكتر عن هذه الاحتفالية احنا معانا عبر الهاتف دكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. طبعا خير يا أستاذتنا. أنا دكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب ببيت العائلة اللي برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر طبعا وقداسة البابا توادروس. أهلا بحضرتك. أنا فخور إن أنا يعني في هذه المرحلة بنساهم في موضوع يعني مش عايز أقول الوحدة الوطنية والنتيجة الواحد والسبيكة المصرية الواحدة. نعم. كل مصريين يعني مش هتقولي مسيحي مسلم، كلنا أولاد هذا الوطن. أكيد. والعالم كله يعلم إن النسيج المصري ده لن ولم يعني يتزعزع إن شاء الله مدى الحياة يعني. إن شاء الله. أنا بقى النهاردة لقاء مهم، وإن شاء الله يعني أنا يعني بتشرف إن أنا أقدم مرصد الوحدة الوطنية والسلام والمحبة. نعم. والنسيج المصري الواحد اللي بيؤكد إن يعني موضوع بيت العائلة ده اللي أنشئ من حوالي 10 سنين هذه كانت يعني فكرة يعني لما تقولي عبقرية. والحقيقة كانت فكرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. نعم. وقداسة البابا وافق عليها فورا، وتم عمل يعني مجموعات بكل المحافظات اللي هي الوحدة الوطنية، وبيحاولوا يجمعوا كل يعني الشيخ الأزهر الموجود والكنيسة في كل محافظة، بيعملوا نوع من أنواع التعاون والمحبة، ويبقى فيه بننزل بقى بعد كده للقرى وللمؤسسات الأخرى وبالذات الشباب. وكنا بنعمل يعني أنشطة جميلة جدا بين الشباب، يعني ما نقولش ده يعني مسلم وده مسيحي، كنا الفرقة الرياضية منها 5 مسيحيين و5 مسلمين، واللي بيحكم المباراة شيخ أزاري وقسيس موجود، ويعني حاجة بتبقى جميلة وكل واحد موجود بياخد شهادة حضور. والحقيقة وقفنا شوية الفترة اللي فاتت، إنما النهاردة بقى انطلاقة جديدة. نعم. ويعني مهمة لأن بيت العيلة دي فكرة لما بيعرف عنها العالم بيحاول يستفيد منها ويتعلم من مصر. أكيد. يعني احنا رجعنا مع حضرتك 10 سنوات لمعرفة انشاء بيت العائلة وطبعا الهدف منه. طيب خلال العشر سنوات اكيد كان في حصاد كبير جدا من العمل والعطاء في حب مصر من خلال طبعا بيت العائلة المصرية وما قدمه. نعرف من حضرتك يا دكتور حصاد 10 سنوات. التاريخ لازم نؤرخ للعشر سنوات اللي فاتوا. لابد نعلم ان كان البداية كانت مشرفة جدا، وانا كان بيجيلي توجيهات من قداسة البابا وشيخ الازهر ان احنا نعمل انشطة شبابية، وانا بصفة مقرر لجنة الشباب معنا طبعا القصة ارمية مكرم، وطبعا يعني الانبا ارمية طبعا الاسقف العام ده طبعا كان بيرعينا، وكان يعني الحقيقة من ناحية الازهر كان دكتور محمود زقزوق الله يرحمه توفى، ففي يعني دلوقتي النهاردة يعني اضافات جديدة. فعايز اقول لحضرتك ان كنا بنعمل انشطة شبابية، وكنا نروح المحافظات ونروح لما نروح نقابل المحافظ وبعدين نقابل بيت العائلة الموجود في كل محافظة. فعلى مدى العشر سنين اللي فاتت كنا بنعمل هذا. بصراحة خلال فترة الكورونا دي حصل طبعا يعني في كل الأنشطة حصل نوع من
يعني التهدئة كده، وكنا بنجتمع أونلاين عن طريق يعني الفيديو كونفرنس، فدي كان بيحصل. إنما أنا بستأذنك، أنا الأول لتاريخ لهذه المرحلة، وعايز نقول بقى النهاردة بقى نفكر في ضوء هذا المؤتمر ماذا سنفعل خلال المرحلة القادمة، خلال العقد القادم. وتبتدي كل المؤسسات بقى تساهم، المؤسسة التعليمية، المدارس والجامعات، المؤسسة النقابية، النقابات، الأندية والمراكز الشباب، كل دول مسؤولين عن ان هم يغرسوا يعني قضية الحب الوطن والانتماء لكل أبناء الوطن بدون أي تفرقة من خلال برامج، وهم يعتبروا مسؤولين مع الأزهر والكنيسة في هذا الموضوع. طبعا. طيب يعني خلال كمان يا دكتور يعني العشر سنوات وطبعا الحصاد من العمل والعطاء، هل كان في اي عقبات واجهت يعني بيت العائله المصريه، وازاي قدرتوا تواجهوا هذه العقبات؟ بصراحه كان في عقبات يعني سيئه جدا، ان بعض الناس اللي هم متزمتين والاسلاموفوبيا ومش عارف ايه، دول كانوا بيحاولوا يعني يعملوا يعني تفرقه غير شرعيه بين ابناء الوطن الواحد في بعض الاماكن، ولكن نجحنا في ان احنا نعملها. طبعا لما تذكر ساتك لما يدخلوا والمسجد، يعني مش بس الكنائس، المسجد اللي كان في العريش ودخلوا يموتوا اللي هو او اللي هم المصلين ويجروا وراهم في استغفر الله ويجروا وراهم في اسمها ايه دي في دورات المياه. صحيح. والاباء والام يعني شوفنا مشاهد صعبه جدا. يبقى اذا بقى المساله مش مساله مسيحي ومسلم. صحيح. مساله يعني لما اعتدوا على قداسه المفتي علي جمعه برضه حاولوا اعتدى عليه ويغتالوه. اذا العمليه يا استاذي طبعا يعني انا بستاذنك النهارده مثلا لو شفتي النهارده في مجلس الوزراء عاملين تفويق الكنائس الموجوده في اول خبر في الجرايد النهارده، توفيق اوضاع الكنائس المصريه. صحيح. الكنيسه والمسجد لا فرق بينهم، وكلنا بنعبد بلدنا، بنعبد الله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى، وربنا يكرم مصر ان شاء الله. يا رب يا دكتور. طيب اخيرا يا دكتور، يعني انا حابه استغل وجود حضرتك معانا عبر الهاتف واسال حضرتك عن فكره عن مرصد الوحده الوطنيه والسلام. أيوة. والمحبه والنسيج الوطني الواحد، وطبعا الهدف منه يا دكتور. ابعت لكم هديه وانا عامله من فتره طويله قوي. نعم. مرصد الوحده الوطنيه والسلام. المرصد ده يا استاذي، المرصد يعني ايه بيرصد؟ بيرصد كل الحاجات الايجابيه. يعني انا لما جدتي الله يرحمها تقول لي احنا كنا بنصوم صوم العضل، والسيده المسيحيه اللي صادنا بتصوم اول يوم رمضان، طبعا دي مرحله من تاريخ مصر كانت ربنا عليها، لا تعرفي كان مين من المسلم ومين من المسيحي. فالمرصد ده بيرصد الحاجات الحلوه، وارجو من خلال يعني اذاعتكم الجميله يعني نتعاون مع بعض، يبعتوا لكم كل الجوانب المضيئه في الحلقات بين المسلم والمسيحي. يعني واحد زميل عزيز بيقول لي انا مراتي كانت عيانه جدا ومش عارف اتصرف، فالاخ المسيحي اللي قصادنا خدنا بعربيته الساعه 3 الصبح ورحنا المستشفى وخد بالك. فعايز اقول لك دي حاجات يعني جميله جدا. فانا لما كنا في الكليه طبعا ما تعرفيش مثلا كان عندنا اخ حبيب يعني كان بيساعدنا في مثلا ان احنا نتعلم السباحه وخد بالك صدق، وهو مسيحي وخد بالك صدق. فعايز اقول لحضرتك كل الجوانب بودة. تعالي بقى نجيب الجوانب غير الإيجابية، غير الجوانب السيئة، ونكشفها ونقول لهم أنتم لا تتفقوا مع القيم الدينية بوجه عام والإسلامية يعني المقدسة في العمل من أجل هذا. فبالتالي المرصد ده أرجو أن أنا أبعته لكم ويجي لكم كل ونتعاون مع بعض. وأنا باجي طبعا عندكم في الإذاعة كتير قوي، تنورنا يا دكتور. يا هذا المرصد يرصد كل الحاجات الايجابيه في برنامج كويس، وبعدين نرصد الحاجات الغير الايجابيه ونقول ان هذا يجب ان يعني نستهجنه ونستنكره ان شاء الله يا دكتور. طيب اخيرا يعني تطلعات بيت العائله المصريه في سنه جديده. ده يا فندم تطلعات بيت العائله المصريه في سنه جديده، يعني السنه الجايه وطبعا بعد 10 سنين حصاد، فيعني تطلعاتكم ايه للسنه الجديده؟ بص انا هتكلم عن تطلعات لجنه الشباب. انا طبعا يعني عضو طبعا في بيت العيله، انما اللي هيقسم التطلعات الشامله هو طبعا القياده الكبيره ممثله في قداسه البابا والشيخ الازهر.
انما انا بقى ببعت لهم والله باستمرار اقتراحات كيف يمكن من خلال لجنه الشباب اللي انا مقرر لها ان احنا نعمل انشطه مختلفه. والنهارده طورنا نفسنا مش هنعمل بس نشاط رياضي, لا هنعمل نشاط ثقافي, نشاط فني, نشاط علمي. واختبار المستقبل كيف يمكن النهارده في دول العالم بيتقدم كل يوم, كيف نعد شبابنا المسلم والمسيحي لكي يواجهوا يعني زي ما تقول التقدم في المستقبل. وبالتالي نعمل نفسي بقى من خلالكم نعمل مسابقه دلوقتي, مسابقه للشباب, وانا بعتبر ان دي مهمه وانا مستعد يعني اساهم فيها بكل الجوانب سواء يعني تكريم مادي او معنوي. المسابقه دي بنسال الشباب المصري ماذا تعرف عن بيت العيله, ماذا يمكن ان تقوم به من اجل بيت العيله. وفي الاخر هيجي لنا النتائج هذه المسابقه ونجيب الشباب ونكرمهم ونعمل لقاءات او ورش عمل ثقافيه حول الاولاد اللي هم كسبوا, ودول هيبقوا ان شاء الله يعني برضو بداية كويسة. لا وكمان الهدف منها طبعا نعرف شبابنا ايه هو بيت العائلة المصرية مزبوط. والهدف منه اكيد ده هيفرق جدا في الصفحة دي دورج في ال... وارجو ان انا يعني اعرضه على حضراتكم. وانا طبعا كلمت يعني القيادات الكبيرة بتاعتي وهم موافقين من حيث المبدأ, وانما اذاعتكم ممكن تكون راعية لهذه الفكرة. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك دكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. هروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل أخبارنا, خليكم معنا. دقيقة واحدة تفرق كتير, والوقت دايما تحدي. في زمن قياسي مصر طورت منظومة النقل وأضافت وجددت 97 محطة سكة حديد, وطورت 335 مزلقان, 212 عربة قطار تم شرائها, وتم التعاقد على 1300 عربة قطار لدعم منظومة السكة الحديد, وتم توريد 24 قطار جديد مكيف لمترو الأنفاق. وفي مجال النقل البحري تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجة لتتسع ل 2 مليون راكب سنوياً, وتطوير ميناء نويبع المجرى الملاحي لموانئ دمياط والإسكندرية لاستيعاب كل السفن العملاقة. مصر دايماً على الطريق الصحيح وهتوصل بسرعة. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 253 مليار جنيه. مصر, التحدي والإنجاز. افتح عينيك على المستقبل, شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها. استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون, أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار, جاهز للمستقبل, ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة. سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات, جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر, التحدي والإنجاز.
محطة سكة حديد الإسكندرية تحفة أثرية استعادت جمالها التاريخي. تماشياً مع خطة الدولة لتطوير مرفق سكة الحديد وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة شاملة لتطوير المرفق بالكامل، واستكمالاً لما تشرع في تنفيذه وزارة النقل لإعادة الحياة لهذا المرفق الحيوي من خلال شراء قطارات جديدة وتحديث وتطوير القطارات الحالية وتحديث البنية الأساسية لشبكة السكة الحديد، أنهت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد تطوير وترميم وإعادة تأهيل محطة سكة حديد الإسكندرية. محطة سكة حديد الإسكندرية التي طالها الإهمال، الذي طال المرفق بالكامل على مدار سنوات طويلة مضت، أصبحت بمثابة تحفة أثرية استعادت جمالها التاريخي بعد خطة تطويرها التي نفذتها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، حيث أنهت الشركة الوطنية أعمال تطوير المحطة التاريخية بعد إسناد مهمة تطويرها إليها. محطة الإسكندرية حيث عبق التاريخ أصبحت تزين وسط عروس البحر المتوسط بعد إنهاء خطة تطويرها واستعادت جمالها التاريخي كثاني أقدم محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا. فالمحطة الشاهدة على تاريخ مصر تم إنشاؤها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد يربط الإسكندرية والقاهرة، عندما قام الخديوي عباس حلمي الثاني حاكم مصر حينها بإسناد مهمة إنشاء أول خط سكة حديد في مصر إلى مصمم السكك الحديدية البريطاني روبرت ستيفنسون بتاريخ 12 من يوليو عام 1851. ومحطة الإسكندرية التي أصبحت تبهر الأعين بجمالها بعد تطويرها مضى على إنشائها 165 عاماً، وتحديداً تم إنشاؤها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد في مصر يربط القاهرة والإسكندرية. ومن هنا كان لابد من الاستعانة بخبراء ومرممي آثار خلال أعمال التطوير، وذلك للحفاظ على وضع وشكل وتقاسيم المبنى الأثري، وقد كان، حيث استعانت الشركة المنفذة بالمرممين خلال ترميم وجهات المحطة الأثرية والقاعة الملكية بها أو ما تعرف بقاعة كبار الزوار، وتم ترميم الوجهات الأثرية للمحطة وتدعيم الأسقف وتطوير جميع الأرصفة مع الحفاظ على تقاسيم وشكل المحطة عندما افتتحها الملك فؤاد الأول عام 1927. وفي عهد الملك فؤاد الأول تم توسعة المحطة وبناؤها وفق تصميمها وملامحها وشكلها الحالي، وقام بافتتاح مبناها حينها عام 1927. لذلك كانت مهمة تطوير المحطة ليست عادية باعتبارها مبنى أثري لابد من المحافظة خلال أعمال التطوير على وضعه وملامحه. وتمت كافة أعمال التطوير والترميم تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار. وشملت أعمال التطوير بالمحطة صالة التذاكر ومسجدها وساحة انتظار السيارات وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة بالمحطة بالكامل. كل هذا تم
دون أن تتأثر حركة القطارات بالمحطة، حيث استمرت حركة الركاب طوال تنفيذ أعمال التطوير دون أن تتوقف. وأصبحت المحطة تحفة أثرية تمتع الناظر إليها بجمالها وتفاصيلها التاريخية. لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. شكرا. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. طبعا كلنا تابعنا افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر اللي غير وجهة مصر الحضرية طبعا على امتداد نهر النيل، وطبعا هو ممشى لكل المصريين. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف باشمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمشرف على مشروع ممشى أهل مصر. صباح الخير يا باشمهندس، وألف مبروك للافتتاح. صباح الخير يا فندم، الله يبارك فيك. أهلا بحضرتك. هو ده يا فندم، هو ده كان احتفال بخصوص ان احنا عينا شركة الادارة لدير المشروع. نعم. ان شاء الله يكون في بداية العام القادم باذن الله في شهر واحد. نعم. طبقا لتعليمات سيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء. طيب خلينا ناخد من حضرتك فكرة في البداية عن المرحلة الاولى وموقعها، وطبعا ايه اللي تم تنفيذه بها. المرحلة الاولى زي ما سيادتك تفضلتي، احنا المفروض هنغير وجهات نهر النيل كلها على طول مسار نهر النيل. دور وزارة الإسكان مسؤولة عن تطوير وجهات نهر النيل بدءا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمة شمالا. بدأنا في المرحلة الأولى بدءا من كوبري 15 مايو حتى كوبري مبابة بطول 1.9 مليون متر مكعب، 1.9 كيلومتر. اتكلفت 585 مليون جنيه. حضرتك النهاردة كان من ضمن أهدافنا أن احنا نعمل تنمية للسياحة والاستثمار في محافظة القاهرة أو نطاق محافظة القاهرة الكبرى. نعم. أقمنا على الممشى مراسي، مراكب سياحية، مسارح عائمة، مطاعم، كافيتريات. حضرتك النهاردة أتحنا مساحات كبيرة جدا لإقامة الأنشطة الترفيهية والثقافية مثل إقامة المهرجانات والاحتفالات القومية. عندنا ثلاث مدرجات أنشأناهم جوه الممشى بيسعوا 1240 فرد، عندنا مسرح مكشوف بيسع 772 فرد. عندنا حضرتك النهارده من ضمن اهداف الممشى ان احنا نشجع على ممارسه الانشطه الرياضيه مثل التجديف والمراكب الشراعيه وكذلك ركوب الدراجات. علشان كده حضرتك احنا عملنا النهارده الممشى ده مستويين، المستوى الموازي للكورنيش فوق اللي كلنا شايفينه، والمستوى السفلي الموازي لنهر النيل. قدرنا حضرتك نعرض المسافه في هذا المستوى الموازي لنهر النيل ما يقرب من 6.5 متر تقريبا على طول المسار. انشانا فيهم 62 محل، 5 كافيتريات، 5 مطاعم. ما نسيناش ان الركنه داخل هذا المكان صعبه جدا، انت عارف حضرتك المكان ده ما فيهوش ركنه خالص. عملنا 3 جراجات في المستوى السفلي الموازي لنهر النيل يسع 180 فرد. ما نسيناش اصحابنا واخواتنا من ذوي الهمم، عملنا لهم رمبات للنزول والصعود واماكن مخصصه لركن السيارات. حضرتك النهارده برضو كانت من ضمن اهداف التنميه المستدامه هو حضرتك زياده معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، لان كلنا عارفين ان القاهره الكبرى بالارتفاعات الجنونيه اللي فيها ما عادش فيها اماكن خضراء للتنزه. كان من ضمن الاهداف اللي عملناها جوه الممشى ان احنا بدانا نزرع اشجار، زرعنا حضرتك 235 شجره و62 نخله. ده حضرتك كل هذه الحمد لله تم الانتهاء منها وجاري تسليمها دلوقتي للشركة المنفذة. وكان حصل في الأسبوع الماضي افتتاح أو احتفالية بحضور دولة رئيس مجلس وزراء وسيادة الدكتور مهندس وزير الإسكان بمناسبة تحديد شركة الإدارة واستلامها للمشروع. يتبقى لنا حضرتك بس تسكين المحلات والكافيتريات والمطاعم لأصحابها المنتفعين بيها حتى يتم تجهيزها، وإن شاء الله الممشى هيكون جاهز في بداية العام القادم بإذن الله في شهر واحد للجمهور، سواء التنزه أو سواء الخدمات اللي موجودة في الممشى من محلات وكافيتريات وجراجات ومطاعم وخلافه. يعني مجهود كبير جدا، يعني احنا محددين التوقيت والمدة الزمنية اللي هيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولى أو تسليم المرحلة الأولى. خلص يا فندم، بصي احنا دور وزارة الإسكان إن أنا حضرتك بخلص تنفيذ المشروع. بعد كده حضرتك احنا كان في الماضي بننفذ مشروعات لكن لا يتم تحديد شركة للإدارة ليها. ماشي. فاحنا حضرتك لو سيبنا المكان ده بدون شركة إدارة حضرتك المكان ده ممكن يبوظ بسرعة جدا. أكيد. في بعض السلوكيات من بعض الأهالي، مش عايزين نعمم، الشعب المصري شعب واعي وبيحافظ على الاستثمارات اللي بتضخ ليه ومشروعاته، لكن في بعض الناس اللي هي بتقصد التخريب ممكن تبوظ هذا المكان. فعشان كده حضرتك احنا عملنا شركة إدارة المشروع بأفراد أمن موجودين، عملنا بروتوكولات مع وزارة الداخلية في الأقسام اتخاب عليها الاماكن ديت عشان يكون في حراسه منها من الداخليه، عملنا كاميرات على طول المسار لمراقبه الانشطه اللي بتتم فيها على مدار اليوم حتى يتم الحفاظ على الممشى.
وده حضرتك ده مش النهايه، ده حضرتك المرحله الاولى من الممشى. احنا حضرتك النهارده شغالين برضو سبق صاحب لسيادتك، شغالين في مرحله ثانيه بدءا من كوبري امبابه حتى كوبري الساحل، ومن كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل. نسبه التنفيذ وصلت 70% وان شاء الله هيتم انتهائها شهر واحد او اثنين القادم باذن الله. ده المرحله الثانيه كمان؟ اه يا فندم، يعني المرحله الاولى والثانيه خلاص احنا على وشك الانتهاء. اه يا فندم ان شاء الله شهر واحد او اثنين القادم ان شاء الله تكون انتهت. عندنا مرحله ثالثه بادئين فيها كمان بدءا من كوبري الساحل حتى كوبري صحراء مصر، ومن كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان في جاردن سيتي، دي برضه يا فندم شغالين فيها. الى جانب ان جالنا توجيه من دوله رئيس مجلس الوزراء بتطوير جزيره الزمالك كلها 8 كيلو، بدانا بالمرحله الاولى، الاسبقيه الاولى منها 4 كيلو بدانا تنفيذ فيها من حوالي شهر باذن الله ان شاء الله. طب احنا سمعنا يعني انه هيكون في تعاون مع الفنادق المطلقه على النيل، لانه في الاول سمعنا كمان عن انشاء كباري وغيرها، هل هيكون في تعاون مع الفنادق المطلقه على النيل؟ بص يا فندم، احنا حضرتك النهارده جبنا شركه لاداره المشروع، مطور عقاري. مطور العقاري ده هياخد اجراءاته، لان احنا حضرتك النهارده المفروض الاستثمارات اللي ضخت في هذا المشروع يعني ترجع تاني لخزانه هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اللي هي موله المشروع في خلال من 7 إلى 8 سنوات. الشركه بتاعه الاداره يحق لها التعاون مع كافه الجهات او الطرح طبقا للرؤيه بتاعها حتى يتم اداره الممشى بمعرفتها. نعم، احنا يعني حضرتك بتؤكد انه في مرحله ثالثه لمشروع ممشى اهل مصر، ثانيه وثالثه ورابعه. طيب حضرتك كمان ذكرت انه في اماكن لانتظار السيارات وطبعا جراجات، وحضرتك ذكرت كده، هل في اماكن لسير الدراجات؟ اه يا فندم، في تراك للعجل، في حضرتك اماكن للمراكب الشرعيه والتجديف، كل الانشطه دي متاحه على الممشى في المرحله الاولى والمراحل القادمه. بص يعني يا فندم، احنا حضرتك اذا ما سبتك تفضلت في الاول، ده مشروع اسمه ممشى اهل مصر. ممشى اهل مصر ده انا عاوز كل مكان موجود على الكورنيش اهلنا يقدروا يستمتعوا بيه في نفس المكان اللي قصادهم بالظبط، مش عاوز حد يجي من حلوان يجي على شبرا الخيمه عشان يستمتع بالكورنيش. احنا كافه الخدمات اللي قدمناها في المرحله الاولى تتقدم في المرحله الثانيه، تتقدم في المرحله الثالثه على طول المسار بدءا من حلوان جنوبا حتى شبرا الخيمه شمالا، عشان اهالينا كل حد من اهالينا موازي لنهر النيل يقدر يستمتع بيه من النيل اللي قصاده مباشره، ما يعرفش اماكن ثانيه يستمتع بيه ويلاقي في خدمه موجوده في مرحله مش موجوده في مرحله ثانيه. نعم، يعني مجهود اكتر من رائع، وبيأكد ان فعلا يعني هذا المشروع هو واجهه مصر الحضاريه. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، ويعني مجهود اكتر من رائع لحضرتك، بشكرك جدا باشمهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق والمشرف على مشروع ممشى اهل مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشاهدينا بكده تكون انتهت فقرتنا الاخباريه، نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفيه، وضيفنا اللي هيكون معانا استاذ محمد باسم الكاتب الصحفي، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ محمد باسم الكاتب الصحفي. صباح الخير يا أستاذ محمد.
صباح الخير يا فندم، اهلا ومرحبا حضرتك. تحياتنا لحضرتك يا استاذ محمد. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. خليني ابدا مع حضرتك اول منشطتنا، بدايه مع نشاط سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه بالامس للدوره الرابعه لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الاخضر الذي يعقد تحت رعايته. تفاصيل الخبر بتقول: صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار الطريق إلى 2030 يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها. كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة. خلينا نتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي عن هذا الافتتاح، وطبعا نتكلم عن مؤتمر النقل الذكي. تفضل. خلينا فندم قبل ما نتكلم عن الدورة الرابعة للمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، نأكد أن لا تنمية حقيقية بدون شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة. نعم. وهذا ما تسير عليه الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حكم البلاد وهو يعمل ليل نهار دون كلل أو ملل لبناء شبكة طرق ومنظومة نقل حديثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو النهوض بالدولة المصرية ومن ثم جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية شاملة في كافة ربع الوطن. خليني برضو أكد لحضرتك أن قطاع النقل أو ملف النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد نقل نوعية غير مسبوقة، ومن ينكر ذلك فهو جاحد وحاقد. خليني برضو أكد أن أي دولة، يعني دولة عايزة تسير وتواكب الدول الكبرى وتكون من ضمن صفوف الدول العظمى، لابد أن تهتم بقطاع النقل والبنية التحتية باعتباره خاطرة التنمية. الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا للتحول إلى النقل الذكي ومن ثم النقل الأخضر لتكون نقطة انطلاقة لتطور كبير يشهد هذا القطاع. بالأمس طبعا زي ما حضرتك وضحتي، الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي. ده بيستمر من 7 إلى 10 نوفمبر 2021. المؤتمر يا فندم شارك فيه 250 شركة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل والبنية التحتية، وده بيمثل 20 دولة. العشرين دولة دول جايين بعد الأصداء الكبيرة اللي حققها المعرض خلال الثلاث سنوات الماضية. خليني برضه أوضح لحضرتك أن مشاركة المؤسسات العالمية والمحلية في قطاع النقل ده بوضح مدى الاستفادة الواسعة اللي بتنعكس على المشاركين في المعرض، وده طبعا بوفر منصة حيوية لتبادل الخبرات بين الدول. المعرض يا فندم برضه والمؤتمر بيركزوا على عاملين مهمين جدا، ومن خلال عدد كبير من الندوات، وبيتم عرض فيها مشروعات وزارة النقل والمخطط تنفيذها والتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة. خلال المؤتمر أيضا يا فندم هيتم إطلاق فعاليات المعرض، إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية. طبعا يا فندم زي ما حضرتك عارفة، رعاية الرئيس شخصيا أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدورة ومشاركته بها، ده أكبر دليل على دعم الدولة المصرية لقطاع النقل خاصة القطاع الذكي. خليني برضو يعني امبارح حضرتك برضو شوفتي تم إطلاق الكارت الذكي الذي أطلقته وزارة النقل باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بيحمل كافة البيانات لحامله لاستخدامه في مختلف وسائل المواصلات زي مترو الأنفاق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل. ده طبعا هيسهل على المواطن المصري وهيوفر ليه الكثير من الوقت، وبكده تنتهي مرحلة التذكرة الورقية. نعم. معايا حضرتك بشكل نهائي، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية إلى التحول الرقمي. صحيح. طيب أنا حابة أروح مع حضرتك أستاذ محمد لنقطة أخرى يعني في هذا السياق. طبعا مع اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية النقل وطبعا تجديد الطرق وإنشاء كباري، إحنا شايفين طفرة كبيرة جدا في هذا القطاع.
كان في ردود افعال من جانب يعني بعض الناس انه يعني شويه مستائين، احنا حاسين الدنيا في طرق بتتقفل، في طرق يعني في بيوت بتتاخد، يعني رؤيه حضرتك لهذه الناس المستاءة، يعني في ناس اقتنعت يعني ان احنا كان هدف اساسي ان احنا يكون في تنميه خاصه بهذا القطاع قطاع النقل، ولكن الناس اللي لسه ما عندهاش اقتناع تام ب يعني اهميه هذا القطاع. للأسف يا فندم يعني في عدد من الناس مقتنع زي ما حضرتك قلت بهذا الأمر، وده غير صحيح تماما. الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الدولة وهي غير مؤهلة لإحداث دولة يعني تسيق وتنافس الدول الكبرى. ما كانش فيه طرق، ما كانش فيه كباري. شوفي دلوقتي، تعالي شوفي الجمهورية الجديدة بقت عاملة ازاي. صحيح. دلوقتي في طرق، شبكة طرق كباري موجودة على احدث الطرق العالمية، في شبكات نقل، في دلوقتي محطات مترو اتعملت جديدة، في طفرة ونقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية. للأسف يعني الرئيس لما جه ما كانش في اي حاجة من ده، فالناس شافت ان دي حاجة يعني جديدة. يعني برضو عايز أؤكد لحضرتك ان يجب ان يتم توعية الناس حتى لا ينساقوا الى ما تبثه القنوات المغرضة واهل الشر والمنظمات المشبوهة. وده صحيح. ان شاء الله يعني المصريين يثقون في القيادة السياسية الحكيمة ويثقون في الدولة المصرية. صحيح. طيب هنطلق مع حضرتك لمانشيت آخر معانا أيضا خاص بنشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلاقات المصرية العراقية. السيسي بيجري اتصالا مع رئيس الوزراء العراقي ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي ليطمئن على سلامته بعد محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، متمنيا له ولشعب العراق الشقيق الأمن والاستقرار والسلام. من جانبي أعرب رئيس وزراء العراق عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من سيادة الرئيس التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وسلام. رؤية حضرتك كمان لهذا الاتصال. فندم طبعا حضرنا جميعنا شفنا محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي عقب تعرض مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لهجوم باستخدام طائرة مسيرة بدون طيار. مصر كان لها دور كبير جدا، يعني أدانت هذا الاعتداء الفاشل أو المحاولة الفاشلة، حيث أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال ده خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية أكدت فيه وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل من يهدد أمنه واستقراره أو ينال من تماسك جبهته الداخلية. وزارة الداخلية أيضا الخارجية أيضا أكدت أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تسنى العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، وطبعا اللي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي. وزارة الخارجية أيضا جعلت جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار العراق. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني امبارح أكد أنه تابع بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة اللي تعرض لها مصطفى القازمي رئيس الوزراء العراقي، وأكد أن يعني دعا أن الله ربنا يحفظ العراق وحقق الأمن والسلام للعراق، ودعا جميع الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق أمال الشعب العراقي. الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا يعني مصر لها دور كبير ايضا في ادانه هذا الحادث، اجرى اتصال هاتفي برئيس الوزراء العراقي واكد فيه ليطمئن على سلامته اولا بعد محاوله الاغتيال الفاشله، واكد فيه كل الدعم للشعب العراقي الشقيق ودعا جميع الاطراف هناك الى التهدئه. طبعا تم استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي عقب تعرض موقفه بالمنطقه الخضراء باستخدام طائره مسيره. العالم كله ادان هذا الامر، حتى الرئيس العراقي برهم صالح قال ان محاوله الاغتيال اللي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى القازمي ده اعتداء ارهابي استهدف رئيس الوزراء، وده تجاوز خطير وجريمه نقراء بحق العراق، ولن يعني لن تقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري. خليني برضو يعني اوضح لحضرتك، رئيس الوزراء امبارح في يعني الراجل او بعد الحادث على طول طلع بتصريح له عبر نجاته من محاوله الاغتيال، اكد
وقال فيه: كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق. يعني الرجل لن يكل ولن يمل، ولكنه يعني سيبذل قصارى جهده للنهوض بالعراق الشقيق. وأكد برضو أن صواريخ الغدر لن تحبط من عزيمة المؤمنين. فهذا كل ما دار في يعني في هذا الحادث. وزارة الداخلية برضو العراقية أكدت أن محاولة اختيار رئيس الوزراء مصطفى القزمي جرت حضرتك يا فندم بثلاث طائرات مسيرة. القوات نجحت في إسقاط اثنين، بينما هجمت الثالثة منزل رئيس الوزراء. والداخلية دلوقتي العراقية بتجري تحقيق واسع ومشكلة فريق عمل كامل بيعمل على تسخير جميع الموارد لكشف الجناة. امبارح برضو رئيس الوزراء العراقي عدل عمله عقب محاولة الاغتيال الفاشلة، وعقد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية لمتابعة التحقيق في محاولة اغتياله. والاجتماع أيضا فندم تطرق إلى بحث النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها وفشل منظومة الدفاع ضد الطائرات المسيرة. يعني احنا بنتمنى طبعا الأمن والاستقرار والسلام لدولة العراق الشقيقة. طيب هروح مع حضرتك، يعني العرب كلهم قلوبهم مع العراق الشقيق، الدولة الكبيرة طبعا. طيب خليني اروح مع حضرتك طبعا لمتابعة الاوضاع الخاصة بمجابهة و يعني متابعة فيروس كورونا. معانا منشط خاص برئيس الوزراء مصطفى مدبولي: طمأن على الرصيد الحالي المتوفر او المتوافر من اللقاحات وكذلك الكميات المتوقعة المتوقع استقبالها قريبا. وده كان خلال لقائه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمال وزيرة الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار. ووجه مدبولي بتقديم جميع صور الدعم للتصنيع المحلي للقاحات بوجه عام ولقاحات مواجهة فيروس كورونا على وجه الخصوص. وكذلك اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي او موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأطقم الطبية في المنافذ للقيام بالمسؤوليات المطلوبة وتقليل التكدس في المطارات والموانئ. يعني نستعرض مع حضرتك تفاصيل هذا الخبر بشكل أكتر، وطبعا نتكلم كمان عن الأوضاع الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. قبل ما أتكلم في الموضوع ده فندم، عايز أوضح لحضرتك أن مصر بتتعامل بحرفية عالية مع أزمة فيروس كورونا. مش احنا كمصريين عشان كلامنا برضو ما يكونش كده، بالعكس منظمات العالمية ومنظمات الصحة العالمية أكدت ده تماما. مصر بتبذل قصارى جهدها لحماية أبنائها وتوفير اللقاح اللازم. وده ما ظهر أمس أيضا حينما التقى الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، التقى مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم أيضا بأعمال وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة. كان أبرزها طبعا الإطمئنان على الرصيد الحالي المتوفر من اللقاحات وكذلك الكميات المتوقع استقبالها. أكد أيضا تقديم جميع صور الدعم للتصنيع المحلي للقاحات بشكل عام واللقاحات بشكل عام وخاصة واللقاحات لمواجهة كورونا على وجه الخصوص. طبعا أطلع رئيس الوزراء تنفيذ تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأطقم الطبية في المنافذ للقيام بالمسؤوليات اللي إيه المطلوبة. ما شفناش رئيس دولة قبل كده يعني الرئيس بيبني وعمر ويهتم بصحة المواطن. حاليا نهضة غير مسبوقة في المنظومة الصحية، بالرغم من أن العالم كله متأثر بكورونا إلا أننا نتعامل بحرفية حتى اللحظة الأخيرة. فيعني كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة التي تضع صحة المواطن المصري أولى أولويتها. طب حضرتك حابة يعني حضرتك توجه رسالة للناس اللي يعني رافضة أن هي تاخد اللقاح وبتقول أو يعني بتنساق وراء الشائعات أنه في يعني نتائج سلبية من هذا اللقاح وأنه في لقاحات بتجيب تجلطات، يعني نوجه رسالة للناس اللي لسه لحد دلوقتي الثقافة دي مسيطرة عليها. للأسف يا فندم يعني الناس دلوقتي بقت تنساق للأخبار والشائعات المغرضة التي اللي موجودة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو التي يبثها أشخاص معينون بغرض هدم استقرار الدولة. أنا يعني دلوقتي شفنا رئيس الجمهورية تلقى اللقاح، أعضاء مجلس النواب تلقوا اللقاح، الوزراء تلقوا اللقاح، أعضاء مجلس الشيوخ تلقوا اللقاح، جميع القيادات والمسؤولين تلقوا اللقاح. فيعني يجب على المواطنين تلقي اللقاح أيضا. فكل ما يبث عبر منصات المواقع التواصل الاجتماعي غير صادق تماما ولا يمس بالحقيقة بأي شيء. يجب على المواطنين أنهم يتبعوا إجراءات الدولة، يتلقوا اللقاح لمواجهة الفيروس اللعين وحماية أرواحنا. يعني كل واحد يخاف على أسرته ويخاف على أهل بيته، فلذلك وجب على جميع المصريين أو جميع المواطنين تلقي اللقاح.
وانا ما شفتش يعني الدوله المصريه مقصره في اي شيء. دلوقتي حضرتك امشي في اي مكان هتلاقي مراكز تلقي اللقاحات، مراكز طبيه ومستشفيات ومراكز معينه في جميع انحاء الجمهوريه. صحيح. حتى السيارات المتنقله. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك لمنشط اخر معانا ونتكلم عن جهود اجهزه وزاره الداخليه. مصرع 12 عنصرا لاخطر تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات والتنقيب عن الذهب باسوان. تمكنت اجهزه وزاره الداخليه من القضاء على اكبر واخطر التشكيلات العصابيه الاجراميه المسلحة بمنطقة صعيد مصر بمحافظة أسوان، تخصص نشاطه الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة، حيث اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية من قرية عرب كيمة بدائرة مركز كومومبو بمحافظة أسوان مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. نتكلم عن جهود أجهزة وزارة الداخلية اللي احنا طبعا ملاحظينه في الفترة الأخيرة بشكل كبير. يا فندم كل يوم وزارة الداخلية تسطر بطولات بأحرف من نور يسجلها التاريخ طبعا. كل يوم وزارة الداخلية بتحبط محاولات غاشمة بتقضى على عناصر إجرامية ومسلحة خطيرة بتحفظ استقرار الوطن. ما هو ما فيش تنمية ولا في نهوض إلا إذا تواجد الأمن والأمان، وهذا ما يحدث مؤخرا في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجود شرفاء وزارة الداخلية ورجالات وزارة الداخلية العظماء. امبارح فندم طبعا تم مصر 12 عنصر لأخطر تشكيل عصابة للتجار بالمخدرات والتنقيب عن الذهب، حيث نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والأجهزة الأمنية مديرية أمن أسوان أمس في القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة ده في صعيد مصر وبالتحديد أيضا فندم في محافظة أسوان. تخصص نشاط الإجرامي لهذا التشكيل العصابي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب أيضا عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة. طبعا أشهر المناطق اللي كان فيها هذا النشاط منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وتم ارتكاب جرائم قتل وخطف بلطجة. المعلومات والتحريات أكدت أن التشكيل ده بيتكون من 12 عنصر إجرامي شديد الخطورة بيتزعمهم شخص خطير جدا يدعى حمدي أبو صالح. ده محكوم عليه فندم، محكوم عليه وهارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن، وسبق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة ما بين القتل والإتجار بالمخدرات والبلطجة. تبين أيضا يعني التشكيل العصابي ده كان متخذ في المنطقة الجبلية من قرية عرب كيمة بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وخلال أعمال الرصد والمتابعة اللي طبعا قامت بها وزارة الداخلية من خلال المعلومات الأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل، تم وضع خطة أمنية باستهداف القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل والتحريات، وتم تتبع خط سير التشكيل العصابي يا فندم، وتم رصد جميع تحركاته. طبعا عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهداف هذا التشكيل العصابي بعدة مأموريات لقطاع الأمن العام تحت إشراف طبعا سيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسوان والمجموعات القتالية عالية الكفاءة. تم رصد تحرك افراد التشكيل العصابي، وفي ذلك الوقت ايضا كانوا بيستقلوا اثنين سياره نصف نقل وبحوزتهم انواع مختلفه من الاسلحه خاصه الاسلحه الثقيله، تم محاصرتهم من خلال الاكمنه المعده لهذا المعدل. لذلك العناصر الاجراميه المسلحه قامت باطلاق الاعيره الناريه تجاه القوات والتعامل مع الا ان القوات قامت بالتعادل معهم وتبادل اطلاق النيران، وده استمر لعده ساعات. أطفر هذا عن مصرع زعيم وأفراد التشكيل العصابي بالكامل اللي هم 12 عنصر، وتم ضبط بحوزاتهم مدفع RPG واثنين رشاش متعدد بشرائط ذخيرة، 12 سلاح آلي، عدد 4 بنادق مختلفة الأنواع، 2 طبنجة فرد خرطوش، وتم أيضا يا فندم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة المختلفة كافة الأسلحة. تم ضبط أيضا عدد كبير من المواد المخدرة مثل الحشيش والبانجو والشادو، يعني مجهود كبير جداً. كبير جدا تقوم صحيح. به وزارة الداخلية المصرية ورجال الشرطة العظماء لحفظ أمن واستقرار الدولة المصرية. دائما ما تحمل على عاتقها حماية الأمن القوم المصري. أكيد. يعني كل التحية والتقدير لوزارة الداخلية على هذا المجهود الكبير. أكيد. طيب خلينا يعني نختم مع حضرتك آخر منشطتنا ونروح للسياسة الخارجية ونروح للسودان. البرهان خلال لقاء وفد الجامعة العربية بيقول ملتزمون بالتحول الديمقراطي وحماية مكتسبات الثورة.
أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لوفد جامعة الدول العربية التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب. من جانبه أوضح السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية عقب اللقاء أن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، مبينا أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. نروح مع حضرتك للسودان ونتكلم عن الأوضاع في السودان. قلوبنا مع السودان الشقيق، الدولة يعني الدولة الشقيقة الكبيرة. امبارح يا فندم التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتبه وفد من جامعة الدول العربية كان بيرأسه أمينها العام المساعد السفير حسام زكي. البرهان أكد الدور الكبير الذي تقوم به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان الشقيق. أصدر بيان أيضا أمس عبر مكتبه أكد فيه التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب. السفير حسام زكي أكد أن الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام لجامعة الدول العربية بتأكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان، وأكد أيضا يا فندم على أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي. اللقاء أيضا فندم تطرق لعدة قضايا هامة جدا تتصل بالوضع الراهن الموجود في السودان الشقيق، والحوار أيضا كان جاد جدا وأشار لنقل موقف السيادة السودانية للأمين العام لجامعة الدول العربية. السفير حسام زكي أكد على دعم جامعة الدول العربية للسودان في كل المراحل وترقبها لمسيرة التحول الديمقراطي وسيلة لسير الأمان. احنا يعني بندعو بالسلام والامن والاستقرار أكيد. للسودان الشقيق والعراق الشقيق وجميع البلدان العربية الشقيقة، وان شاء الله ازمة وتعدي يعني، ومصر وجميع الدول العربية موجودة في مصر دايما تساند يعني وتدعم يعني هذه الدول بقوة يا فندم. يعني حضرتك عايز اوضح لحضرتك حاجة، الاسبوع الماضي مصر كانت بتشارك في قمة المناخ نيابة عن الدول النامية والدول الأفريقية. شفنا الموقف اللي ظهرت فيه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبتها بحماية الدول النامية والدول الأفريقية في قمة المناخ، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية التي تؤثر على هذه الدول. بإذن الله أفريقيا تحت قيادة الدولة المصرية التي تقود المنطقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادمة إلى فترة رقي واستقرار وأمن وأمان بإذن الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمد، بشكرك على تحليلك الصحفي، بشكرك جدا نورتنا أستاذ محمد باسم الكاتب الصحفي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، فقرة السياحة والآثار، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة وهي فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة هنتكلم فيها عن الزراعة في مصر الفرعونية من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف دكتور محمود المحمدي عبد الهادي، دكتوراه الإرشاد السياحي جامعة المنصورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين يا فندم. تحياتنا لحضرتك يا دكتور منورنا. خلينا نتكلم مع حضرتك يعني في البداية بشكل تفصيلي عن الإنسان المصري القديم والزراعة. طيب خلينا نبتدي الأول، الإنسان المصري هو اللي علم العالم كله الزراعة. بعد ما كان الإنسان المصري في العصور الحجرية أو عصور ما قبل التاريخ كان يعتمد على الجمع والالتقاط وكان لا يعرف الاستقرار، فبدأ اللي هو ينزل شوية بشوية ويروح لأماكن فيها مساحات خضراء، لقى نفسه بالصدفة جنب نهر النيل. نهر النيل كان له دور كبير جدا جدا في الحياة المصرية، لدرجة إن هيرودوت لما جه قال مصر هبة النيل، لا احنا بنقول له مصر هبة النيل والمصريين.
لولا المصري، المصري القديم ما كانش هتبقى فيه حضارة. المصري القديم قدر من نهر النيل اللي هو يتعلم منه زراعة، ابتدى نهر النيل اللي بيقطع 6670 كيلو متر من بحيرة تانا وبحيرة فيكتوريا في الهضبة على الهضبة الأفريقية اللي هو يصل لمصر، وكان موجود في مصر عند منطقة الدلتا، كان بينقسم إلى بتفرع إلى 8 فروع، فرع التانيسي والفرع الجلوزي والفرع المنديسي والفرع البابيني والفرع الكنوبي، كل ديت مجموعة من الفروع كانت بتنتشر في نهر النيل، فكان له دور كبير جدا في تعليم المصري القديم الزراعة. حتى كمان المصري القديم قدس النيل وجعل له إله سماه إله حابي، وكان في تعليم الإله المعبود بتاع حطب، وأيضا في جميع التعليمات الخاصة بتعليمات المعبد أن المصري القديم كان يقسم بأنه لم يلوث نهر النيل وأنه دائما أبدا يحافظ على نهر النيل. فنهر النيل كان له دور كبير جدا ان المصري القديم ايضا يتعلم التقويم الذي سوف يساعده بعد ذلك على الزراعه، مما جعله يعلم ان السنه فيها بالضبط 300، يعني كان المصري القديم كان يعتقد ان السنه فيها 365 يوم. 360 يوم دولت هم جايين من الفصول المصرية التي عرفها الإنسان، اللي هذه هي فصل الأخط اللي هو فصل الفيضان، وفصل البرد اللي هو فصل الشتاء، وفصل الشموع اللي هو فصل الحصاد، وقسم السنة الشمسية إلى 12 شهر، وكل شهر 30 يوم، وكل شهر فيه 3 أسابيع، لأن كل أسبوع كان فيه 10 أيام. وأضفت لهم اللي هم 5 أيام اللي هم بتسمى 5 أيام الأعياد أو 5 أيام النسيء، اللي هي احتفال بالمعبودة أوزوريس والمعبود سيت والمعبود إليس والمعبود المعبود نفتيس والمعبود حورس، فسماهم أيام النسيء. من لغاية دلوقتي حضرتك إحنا حتى في الأشهر القبطية عندنا شهر هاتور، عندنا شهر كياك، عندنا طوبة، أمشير، برمات، برمودة، كل ديت شهور مصرية قديمة احنا ورثناها من أجدادنا قدماء المصريين، اللي هم طبعا قسموا تلك الشهور عشان تبقى الحضارة المصرية القديمة اللي هي تتميز بطبعها الزراعي، وبيرجع ذلك طبعا إلى نهر النيل والمناخ المستقر اللي ساعد المصر القديم على استغلال الأرض واستغلال موارد مصر الطبيعية، عشان نجد المصر القديم اهتم بالزراعة لأغراض دينية بحتة جعلته توحي له جميع الصور والنقوش اللي موجودة على المعابد، بتمثل لنا ان المصر القديم عارف الزراعة، عارف اختراع الشادوف عشان ينقل المية من المنطقة المنحدرة إلى المنطقة الأعلى عشان يتم سقي المناطق الزراعية. أيضا الزراعة كان لها دور كبير جدا في معرفة المصري القديم للصناعة، وأيضا لاستئناس الحيوان، وأيضا إلى الطب التي جعل، وأيضا إلى التجارة، لدرجة أن في الأول خالص كان سنفرو ابتدى يبعت لي فينيقيا 23 سفينة عشان يجلب منها خشب الأرض عشان يستخدمه في بناء السفن، وأيضا بناء هرم سنفرو في منطقة دهشور. أيضا من النباتات الزراعية اللي مصر قدرت تعرفها أشجار زي الأشجار الخشبية والخضروات والفاكهة والزهور، وأيضا النباتات العشبية. يمكن لو احنا اتكلمنا عن الأول عن النباتات اللي كانت منتشرة في مصر زي نبات البردي، لقينا أن النبات البردي عرف في مصر القديمة باسم محت، ونبات البردي هو نبات مائي كان يعني بينمو في المستنقعات، وهو طبعا نبات معمر، والمصر القديم قدسه وجعله شعار للوجه البحري. طبعا بنقول اللي كان دور كبير جدا في عملية التحنيط، عشان كان بيتحط فيه بنوك طون المومياوات التي كانت تم حشوها بنباتات البردي، وأيضا استخدم نبات البردي في عمل صناديق للمومياوات، وأيضا في عمل صنادل، وأيضا عمل سلات لحفظ الملابس المصري القديم، أيضا تم استخدامه في تحنيط الحيوانات والمومياوات. طبعا نبات البردي كان له استخدام كبير جدا في صناعة الورق، وطبعا وصناعة المراكب، لدرجة ان ما ينتجه علماء او فلاسفة اليونان كان يرتبط بما تصدره مصر من نبات بردي لهم. لو ما فيش نبات بردي تصدر لهم ما كانش هيكتبوا كل ما تم كتابته من صحيح. هذه الفلاسفة. ايضا طب يعني دكتور محمود، حضرتك ذكرت المحاصيل الصناعية زي ما حضرتك ذكرت الكتان والبردي، طب نتكلم عن المحاصيل الزراعية اللي استخدمها يعني الانسان المصري القديم.
طيب يمكن من اهم المحاصيل الزراعيه اللي استخدمها مصر القديم زي عندي مثلا البصل. البصل اللي عرفه مصر القديم باسم جحو، والبصل ده يعني من اقدم الخضروات اللي عرفها الانسان المصري القديم واستخدمها في غذائه قبل النضج وبعد النضج، لدرجه ان نبات البصل ده نبات ذو حولين. يعني حضرتك ان البصله الخضراء لما تنشف نحطها تاني ونزرعها المصري القديم تطلع وتخضر تاني. فعشان كده مصر القديم ربطها بعمليه اعاده الاحياء الموتى بعد ذلك، لدرجه برضو بعد الموت، لدرجة المصري القديم أيضا ربط النبات دوت اللي هو نبات المصريين البسطاء اللي طبعا كان هو أحد أساسيات الوجبة الرئيسية. طبعا نبات البصل كان له دور كبير جدا وصد كبير جدا ضد الأمراض والأوبئة اللي كانت صابت العالم كله، والحمد لله كانت مناعة المصري القديم كانت قوية بسبب هذا النبات. أيضا استخدمت عصارة النبات البصل ده كمضاد حيوي في التئام الجروح ومنع الحكة والأمراض الجلدية. أيضا استخدم المصري القديم نبات البصل في تعليقه أو وجوده على المنازل وأيضا في الـ الأماكن العامة حتى يتلافى القوارض والحشرات. أيضا استخدم نبات البصل في عمليات التحنيط عشان كان بيحط نبات البصل أو قشر نبات البصل في المومياوات، وده لقناه في بعض المومياوات التي ترجع للأسرة الثالثة. طبعا نبات البصل كان من اهم النباتات اللي كانت بتعمل على حفظ الجثه من التعفن والتفسخ. حتى كده كمان بنلاقي بعض شرائح البصل كانت موجوده في داخل تجويف بعض المومياوات والتجويف في صدر المومياوات. طبعا نبات البصل كان له اهميه كبيره جدا في الديانه المصريه. طبعا نبات البصل كان بيقدم في القاربين في جميع المقابر والمعابد طبعا تبجيلا للمعبود وتقديرا لهذا النبات الذي يعتقد انه كان يقوم بطرد الارواح الشريره. طبعا ظهر نبات البصل في الاسره الخامسه في الدوله القديمه في نصوص الاهرام واللي كان بينص فيها ان هذا النبات هو نبات مقدس. وطبعا ظهر ايضا عندي في هرم اناس. طبعا في الدولة الوسطى ظهر نبات البصل على توابيت الموتى في الاسرة الـ 12. كان طبعا نبات البصل له دور كبير جدا في عملية الطب. طبعا بيذكر عندنا في برضية هيرست في الوسطى 209 بانه كان علاج فعال ومهم جدا لعلاج الامراض البطنة. طبعا تم ذكره في برضية ابرست كمان في برضية إبرس في الوسطى 844 لمقاومة الحشرات المنازل والحشرات الضارة. طبعا من أهم برضو النباتات التي تم المصري القديم احتفظ بها وقدسها كانت شجر الجميز وفاكهة الجميز اللي عرفت في اللغة المصرية باسم نهيت. وتتميز شجرة الجميز اللي هي شجرة دائما خضراء وتتميز بقوة خشبها. عشان كده المصري القديم ربط بين شجرة الجميز وبين مفهوم الأم الكونية، يعني حتى كمان مثلها بالمعبودة إيزيس كرمز للأمومة، والمعبودة حتحور كرمز للحب، والمعبودة نوت كرمز للسماء. فجعل هذا الجميز أو هذه شجرة الجميز هي ترمز للسيدة المصرية بعطائها بإخلاصها بحبها بحنانها. طبعا المفهوم الأم السماوية اللي هي تطعم الأرواح عند الصالحين في السماء، فطبعا مثل هذه الشجرة بهذه الأم السماوية. وطبعا بنلاقي إن شجر الجميز له دور كبير جدا. هو شجر الجميز تم توظيفه في علاج أي أمراض في العصر المصري القديم؟ بالفعل يا فندم، بنيجي نلاقيه بنشوف في برضية إبرست في وصفة 207 اللي هو بيعالج انتفاخ أمراض البطن. فطبعا ده يعني لما يحتويه من بعض الفيتامينات وأيضا بيساعد على عصر الهضم. وأيضا استخدم الجميز في وصفة 327 في برضية إبرست لعلاج مرض الربو. وأيضا في برضية هيرست في وصفة 187 في علاج أظافر الأصابع. بنيجي نلاقي برضه من اهم استخدامات الجميز لغايه دلوقتي هو علاج الامراض الجلديه التي تتمثل في علاج الصدفيه بما يسمى بلبن الجميز او السائل الذي يخرج من شجره الجميز. يمكن كمان من اهم الفاكهه اللي كانت مصر القديم عارفها طبعا الرمان اللي ذكر في الكتب المقدسه، ويعرف الرمان في مصر باسم انيمهت. والرمان ده جلبوا معاه الملك تحتمس الثالث احدى غزواته من بلاد الشام عشان يقوم بزراعته
في مصر، وطبعا دخلت يعني تلك الشجره طبعا في وتم تمثيلها في حديقه معبد الكرنك. طبعا استخدم قشر الرمان المغلي في علاج الامراض الجلديه وعلاج نزيف الدماء من الفم، طبعا تم استخدامه في علاج الجروح، واستخدم في طب مصر القديم في علاج الديدان المعويه وخاصه الديدان الشرطيه والديدان الديسنتريا. طبعا تم ذكره في برديه برلين في وصفه 6 لقتل ثعبان البطن طبعا اللي هي الديسنتريا. بكل الوصفات حتى وصفه برديه ايبرس رقم 50 برضه بتاكد اللي هو بيقضي على الديدان، وايضا وصفه برديه ايبرس رقم 63 اللي هو بيقضي على الديدان، وايضا وصفه زليخه الطبيه في الوصفه 37 و38 كان هو علاج متميز لعلاج امراض الجرب والامراض الجلديه. واثبت ان نبات الرمان له فضل كبير جدا في شفاء الانسان من امراض السرطان المعده لاحتوائه على نسبه كبيره من الالياف التي تعمل على منع تراكم السموم في الجسم، وهو يعني نبات قابض وبيقوي مقوي للقلب والمعده، وبيعالج ايضا على بيعالج الاسهال وبيقتل الديدان، فكان له دور كبير جدا في الحضاره المصريه. وناتي الى ما يسمى بنبات عامه الشعب هو الخص الذي ظهر عندي في النصوص المصريه وتم ارتباط وذكر اسمه كاسم عابو وفي اللغه المصريه القديمه، وكان له مكانه كبيره جدا في الديانه المصريه، وارتبط بعلاقه وثيقه بالمعبود من اللي هو اله الخصوبه والتناسل عند قدماء المصريين، وظهر في المناظر التي تمثل المعبود من ظهر كل جانب المعبود من المعبود من نبات الخص. واثبت علماء الفارماكولوجيا ان نبات الخص بيحتوي على فيتامين اي اللي بيأثر على او اللي بيساعد على يعني كثره هرمون التناسل عند الذكر والانثى. تم وصفه في الكثير من العلاجات كعلاج للنزلات الحاده ومضر البول. ايضا النبات ده تم وصفه في برديه ايبرست في وصفه رقم 40 لعلاج المعده. ايضا تخيل حضرتك ان هذا النبات تم صحيح. وصفه ايضا لعلاج نمو الشعر في برديه ايبرست في وصفه رقم 467، وايضا لعلاج السعال في وصفه 312 في ايبرست، وايضا ك يعني مقوي للبصر في وصفة رقم 8 في برضية تشستر بيتي. ونأتي إلى اليانسون وهي المشروب المنتشر في المائدة المصرية أو البيوت المصرية، ولكن يعتقد البعض بأننا تورثناه من الاحتلال التركي، ولكن نبات اليانسون موجود في مصر منذ قديم الأزل، حيث عرف نبات اليانسون في اللغة المصرية باسم أنست، وذكر تم ذكره في البرضية إيبرست في وصفة 235 كهو لعلاج وإنعاش القلب، وايضا في الوصفه 276 لعلاج المثانه وادرار البول، وايضا كمان عندنا الحلبه اللي عرفت عند المصريين القدماء باسم حمت، وتم استخدامها اللي هي تتعمل كمسكات لازاله تجاعيد البشره، وايضا تم استخدامها لطرد يعني طرد الغازات وعلاج السعال والصداع، وايضا مضر للبن الام عند الولاده. طبعا تلك يعني خلينا نأكد مع حضرتك أنه يعني ازدهار الزراعة في مصر طبعا دي منذ قديم الأزل، وإحنا طبعا بنشهد ده في الوقت الحالي. أنا بشكر حضرتك جدا على كل هذه المعلومات، نورتنا جدا دكتور محمود المحمدي عبدالهادي دكتوراه الإرشاد السياحي جامعة المنصورة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح نور.